محمد شاع السوداني، يقيل مصطفى غالب مخيف، وعين على العلاق محافظا للبنك المركزي. خبر صادم وخطوة جريئة. وبمجرد ما انتشر الخبر وإثر الدولار ينزل. المية دولار يسموها العراقيين ورقة. بارحة كان سعرها 165,000 دينار عراقي، لكن بمجرد أن نعلن خبر تعيين العلاق نزلت ل160. خوش أخبار. بس السوداني في تصريح سابق له قال إحنا ما لنا علاقة كحكومة بإدارة البنك المركزي العراقي، على اعتبار إنه البنك عنده قانون الخاص وهو اللي يتحكم بسعر الصرف. قانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، فما يرتئيه البنك المركزي من قرارات من سياسات نحن ملتزمون به. لكن رغم نجاح العلاق في الفترة السابقة عندما كان محافظا للبنك المركزي بالحفاظ على استقرار الدولار، استغربنا انه هواي ناس هاجمت الخطوة واعتبرتها محاولة من الإطار للسيطرة على المؤسسات المهمة بالدولة العراقية. ورجع الحكي عن الدولة العميقة، ورجع الحكي عن المالكي وعن غيره وعن بيئة العلاق كلهم. أن وضع مزيد من القيود معناها مزيد من المشاكل، مزيد من الفرق في سعر الصرف. كلما أطلقت العملية، كلما فتحت، كلما كان هناك أكثر استقرار بالسعر ومنع للمضاربات التي تحصل. ودورنا في هذه العملية اللي أنا وضحتها من بداية تكليفي بهذه المهمة، يجب أن يركز على مشروعية الأموال وليس على العملية نفسها. مشروعية الأموال التي تدخل في شراء الدولار، هل هي أموال نظيفة صحيحة غير متأتية من جرائم أو غسل أموال أو غيرها من الأمور؟ لأن مسألة شراء أو بيع الدولار هي مسألة وفق النظام الاقتصادي السوق مالنا وضمن الدستور وضمن قانون البنك المركزي، هي عملية مشروعة وعملية لا يجب أن توضع قيود أزائها. هاي الرؤية يا سيد علي العلاق كانت من 2017. كانت ظروف 2017 مختلفة. شلون تقدر تقنعنا يا سيد علي إنه هاي الرؤية ممكن تطبقها وتنجح في هذه الفترة وفي هذه الظروف؟ مع هذا لازم نشم ريحة السياسة وريحة العلاقات الدولية وريحة البنك الفدرالي الأمريكي بهذا التعيين. وخلنا نرجع شوية للقاءات السفيرة الأمريكية بمحمد شاع السوداني أبان تكليفه بتشكيل الحكومة. هواي حكي طلع إنه واحدة من أهم المناصب اللي مهتمة بها أمريكا هو محافظ البنك المركزي العراقي. وعلي العلاق من كان محافظ للبنك نسج علاقات طيبة ويا المؤسسات البنكية الدولية والأمريكية تحديدا. لهذا ممكن يكون تعيين العلاق اجى بضوء أخضر أمريكي. وين المشكلة؟ مدام التعيين نزل الأخضر وخليه يتعين بضوء أخضر ويصير علي العلاق حامل الراية الخضراء في بيت المال. السلام عليكم. أناقش الملف الأول لحلقة الليلة مع المتحدث الرسمي لكتلة ائتلاف دورة القانون في مجلس النواب العراقي النائب بهاء النوري اللي ديل بالصوت وراح يدخل لنا للاستوديو، كذلك من واسط ومن الكوت تحديدا وعبر سكايب مع النائب المستقل سجاد سالم. حياكم الله ضيوف الكرام. خلنا بدي اياك استاذ سجاد مدام سيد بهاء بعد ما داخل الاستوديو، واقول موقف غريب اليوم من جنابك قريته طلعت عليه معترض على تعيين علي العلاق رغم الخبرة الرجل اللي يعني اكتسبها من خلال دورتين أمين عام لمجلس الوزراء أو تقريبا دورة ونص
ثم محافظا للبنك المركزي، وفترته كان استقرار تام للسوق، والرجل أغلق الكثير من المصارف، من الدكاكين اللي كانت تسمى مصارف. فليش هاجمت هذه الخطوة من قبل السوداني؟ أنا ما أسمع شباب، تسمعون؟ يمكن من يمك أبو يسار، يمكن من يمك. بل أنزع الهيدفون بل إيه؟ ماذا أسمع شباب؟ أوكي يلا، وين السيد بهاخ المليش؟ يلا يلا يعني هسه شلون الصوت؟ أنا سمعك بصورة جيدة. جيد، ولا أنا سمعك بصورة جيدة؟ أتمنى سمعت السؤال ما ناسي. تحية لك أولاً ولضيفك الكريم وجمهور قناتكم الكريمة. حياك الله. طبعاً هي مو مهاجمة لشخص، ولكن ابتداءً بأنه ظروف الأمس لا تنطبق على اليوم أستاذ أحمد. يعني السيد علي العلاق كان هو محافظ البنك المركزي في فترة سابقة، وهذه الظروف قطعاً لا تنطبق على اليوم. ثاني شيء بأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية والبنك المركزي مصنف بأنه هيئة مستقلة للحفاظ على سلطة النقد والحفاظ على استقرارها وعلى رئيسها شيء جيد وإيجابي أعتقد، وخاصة بأنه معظم القضايا والإشكاليات اللي نعاني منها حاليا هي ما مرتبطة بتقصير من البنك المركزي، قد يكون هناك قصور في عمل البنك المركزي، ولكن القضية الأساس بأنه نرجع ونقول هي قضية سياسية. شلون ما مرتبطة؟ شلون سياسية؟ شلون ما مرتبطة؟ يعني من هذه المضاربات الاقتصادية اللي شلون ما مرتبطة؟ يعني نلاحظ أنه اختلاف سعر الصرف وهبوط قيمة الدينار العراقي كانت بزمن المحافظ السابق، قسموه ورا ما وقع البعير تكتر الشاشينها، بس هذا الواقع. يعني هي قضية فنية، تفاصيلها الفنية اللي موجودة بأنه النظام الإلكتروني، المنصة الإلكترونية، وأنا أعتبرها وكل التصنيفات أيضا تعتبرها جيدة لأنه تحافظ على المال العام وتمنع عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة. ولكن تهريب العملة الآن اتخذ منحى آخر ومسار آخر، بدل ما يكون بالتحويلات والحوالات المصرفية اللي معروفة عن طريق الاستيراد الوهمي، الآن أخذ يعبر كاش وعبر الحدود إلى دول الجوار والدول الإقليمية. لذلك حنتساءل بأنه هذه القضية مثلا من يكون أكو تهريب عملة بهذه الإمكانية الواسعة وبهذه السعة وبهذه الصورة الغير شرعية، القضية هل اللي يهرب العملة هو شخص عادي مثلي أو مثلك أو مثل بقية الشعب العراقي، أو شخص لازم مدعوم؟ أوكي، هاي تفصيلاً سولف بيها. هاي تفصيلاً سولف بيها. أعمال ومهمات. أستاذ سجاد، هاي سولف بيها. بس خلينا نرحب بالسيد بهاء النوري وأقول حياك الله سيد بهاء. أقول إنه القضية ما كانت برأس الهرم بالبنك المركزي، وسواء كان مصطفى غالب مخيف أو علي العلاق أو أي محافظ للبنك، الشروط اللي فرضها البنك الفيدرالي هي السبب في تقليص كمية الدولار المباع هي اللي صعدت السعر. بس خطوتكم انتقامية إقصائية. شكو شيء جاء من يم مصطفى الكاظمي يعني، ومن يم الصدر لازم يتبدل ويرجع الإطار يسيطر عليه ويرجع دولة القانون وترجع الدولة الحميقة المالكي. بالبداية تحية لك ولضيفك الكريم للمشاهدين الكرام. طبعا تعرف أستاذ أحمد، هاي القضية قضية مالية، وبالتالي أنت اليوم من يرتفع عندك السعر الصرف بهاي الطريقة، هاي طريقة مخيفة. وطبعا أنت تقول صحيح أكو مشكلة بالخزانة الأمريكية بالبنك الدولي، بالتالي أنطوا للبنك المركزي، أنطوه يعني بلغوا أكو عندنا شروط راح تكون هيك، يعني انطوا عدة نقاط، لكن هاي ما تطبقت. أضافة إلى هذا كان لا إحنا البنك المركزي بدأ يطبقها، ما طبق. أستاذ أحمد هاي شو وقت تطبيقها؟ هاي شو وقت أستاذ أحمد؟ هاي من 3-4 شهور جاي. لا مو 3 شهور، بس هاي أكو شروط صار لها سنتين منطينها، والمفروض يعمل البنك المركزي خلال السنتين الماضية على تطبيق هذه الشروط من أجل أن يقلل هاي الأضرار. بالتالي هسه أنت تجي حكومة فتية ما صار لها 100 يوم، وتبعات للحكومة السابقة
وتجي انت اليوم تقول رفع سعر الصرف، يعني شو اللي يسوي هسه رئيس الوزراء او اي واحد يكون بمكانه؟ هاي مو قضيه انتقاميه، يسوي لا 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 يسوي خطوه. استاذ اسمح لي، انا يسوي خطوه للراي العام. لا ما قل الراي العام، خطوه شعبيه. لا 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 ودعتك لو باقي مصطفى غالب مخيف استاذ استاذ احمد، ولو جاي اي اخ اي شخص بغض النظر عن انتماء عن اللي عينه عن الجهه السياسيه اللي دافعته، الاجراءات اللي صارت هي صعد الدولار الصاعدة، يعني مو فشل لمصطفى مخيف حتى يجيب على العلاب. شوف استاذ احمد، خلينا نصير واضحين. اول مره احنا نعرف كل الزين، من اول يوم صار اتفاق على سعر الصرف احنا في دوله القانون احترضنا، وانا كنت نائب بالدوره السابقه احترضنا وما صوتنا، وكنا نعرف راح تصير هاي الاشكالات بعدين ما يسيطر على سعر الصرف، كان احترضنا لهذا السبب. اضافه الى هذا، محافظ البنك المركزي هو المسؤول وهو رأس الهرم، وطبعا أطوا تبريرات بأن هذا راح يقضي على غسيل الأموال، على تهريب العملة، على وما صار شيء، بالعكس زادت ما نقصت. كانت إجراءات الحكومة في وقتها وحتى من صار بلغوهم راح يكون طريقة التعامل بهاي الطريقة، وصار سنتين مبلغينهم بأن يتعاملون بهذه الطريقة. الأمريكان. الأمريكان. البنك الفدرالي. البنك طبعًا البنك الفدرالي. فبالتالي ما طبقت هذه الشروط، خلوا الأمور انحصرت إلى هذا الوضع وانفجرت. اليوم عندما تنفجر أي مشكلة، منو يتحمل مسؤوليتها؟ يتحمل مسؤوليتها رئيس الهرم. ومجلس الإدارة طبعًا ومجلس الإدارة طبعًا. ومجلس الإدارة. فأنت يعني اليوم سعد العلاق شو يقدر يسوي وحده كمحافظ وقراراته كلها مجلس الإدارة يوافق عليها؟ أفهم من هذا أن حكومة الإطار الهنية حتى مجلس الإدارة تغيره. لا هو مو قوة الإطار أستاذ أحمد، أكو فرق. اليوم أكو رئيس وزراء، رئيس وزراء ينظر للمصلحة العليا للبلد، بالتالي هو اللي يقوم بالتغيير. لا الإطار جاب سيد علي العلاق ولا جاب، بالتالي هو يعرف هذا شخص ناجح أدار لا لا لا. والحكي عن اجتماع يوم أمس مساء ببيت السيد هادي العامري كان القوة شوف هناك اتخذت القرار. لا 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 ما اتخذ قرار هناك أستاذ أحمد، كان الاجتماع يخص الدولار والسيطرة على الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. فشنو خطة الحكومة؟ احنا بيش ندعم كقوة سياسية؟ هسه تحتاجون قانون بمجلس النواب انشرع لكم، تحتاجون شنو اللي احنا مع الحكومة من اجل ان تنجح هذه الحكومة. تعالوا التغييرات، خولوا رئيس الوزراء قال انت اليوم انت اليوم انت اليوم صلاحياتك عندك، انت صلاحيات عندك ما حد يفرض عليك، بالتالي هو ذهب. وهاي ثلاث اربع وهاي ثلاث اربع اسماء والسيد علي العلاق ابدا جوا خط له مكتوب اسمه بالاحمر. لا لا ابدا ابدا ابدا. وش بيه السيد علي العلاق؟ وش بيه السيد علي العلاق ابو يسار؟ ايش بيه؟ تدري خلال الفترة اللي مسك بيها محافظ نسج علاقات وطيدة مع المؤسسات العالمية، مع صندوق النقد، مع البنك الفدرالي الأمريكي، ويبدو أنه حتى أمريكا راضية، لأن لو ما راضية أمريكا والبنك الفدرالي عن العلاق بكل صراحة لا الإطار راح يدفع للترشيح ولا السيد محمد الشيعة السوداني يقدر يصدر الأمر ديواني، وهذا واحد من أهم الشروط أو واحد من أهم الأمور اللي نسق بها محمد الشيعة السوداني مع الإدارة الأمريكية، بنك المركزي، تي بي آي، ورئاسة جهاز المخابرات. مو فرض شروط أمريكية لا، بس دني ثلاث مواقع أكو صلة، أكو أهمية للولايات المتحدة، أكو شغل مشترك بهن، والرجل عنده خبرة ونجح بالمهمة. يعني هذا الشطر الأخير من كلامك ما موجود، ما صاير بينهم يعني على حد علمي بأنه التنسيق مع الأمريكان بخصوص هذه الأجهزة، خاصة بأنه التخوف الأمريكي موجود بأنه يتم اختراق هذه الأجهزة من قبل فصائل وجهات. لا بخصوص التعيين لا لا لا، احنا بدنا نحكي هنا بخصوص التعيين بشخص علي العلاق أو بشخص مصطفى غالب رقيب. شوف قبل كم يوم التظاهرات السابقة أمام البنك المركزي من قبل متظاهري تشرين، صار اكو كلام وحديث بين علي العلاق بين الاستاذ السابق محافظ البنك المركزي وبين المتظاهرين، وتحدث بصريح العباره بانه المشكله والقضيه سياسيه، وحتى في كلامه مضمون كلامه بانه القضيه متعلقه بجهات مسلحه الى اخره
تحاول التأثير أو أثرت فعلا على الوضع الاقتصادي. القضايا الفنية في البنك المركزي يعني ماشية تمام، ولكن المشكلة بالظروف اللي موجودة، الظروف السياسية اللي موجودة. شلون ماشية تمام؟ تقيل محافظ بنك مركزي. شلون ماشية تمام؟ قل لي. بنك مركزي آخر. بمن؟ بالتصريحات الجمركية المزورة، بالفواتير المزورة، بعدم السيطرة على المنافع الحدودية، يعني كلها موجودة. شلون تقول لي شلون ماشية تمام؟ هم الأمريكان ليش ضغطوا باتجاه المنصة الإلكترونية؟ كل شيء لازم يمر بالمنصة الإلكترونية. ماكو بعد تجيب لي فواتير باسم ناس سجل الوفيات يجيب وينزل لي استيراد وتصدير باسم متوفين ويصرفون دولار. ماكو شيء ده المنصة الإلكترونية تطبقه. نرجع للأساس، للأساس أستاذ أحمد، للظرف الموضوع اللي موجود. بأنه الظروف اللي موجودة، الظروف السياسية والطبقة السياسية نفسها المتهمة بالتهريب وبالتزوير وبالاستيراد إلى آخره، بأنه هل هذه الظروف السياسية انتهت مع قدوم علي العلاق أو بعدها باقية؟ الكل يجزم ويأكد بأنه هذه الظروف بعدها باقية. إذن الحلول الترقيعية والحلول السطحية باستبدال محافظ بآخر، هذه حلول يعني ما راح تؤدي إلى نتيجة. الشيء الآخر بأنه أنا أؤمن بأنه رئيس الوزراء إذا نريد تمكينه وإذا نريد مساءلته لازم نعطيه فرصة. هل هذا محافظ البنك المركزي الجديد هو بمنهج الإطار جاي أو بالمنهج المتواصل من قبل الإطار التنسيقي باستهداف مؤسسة البنك المركزي؟ هل هو هذا شرطهم بأنه هذا الشخص يجي لهنا لهذا المكان؟ هاي هنا أهم لازم نناقشها، بأنه هل رئيس الوزراء عنده صلاحية تامة في اختيار هذا الشخص؟ اكو مؤشرات. ليش ما نسال سؤال اخر؟ يقول بانه فرض من الاطار التنسيقي. لا لا، ليش ما نسال سؤال اخر؟ هل يستطيع الاطار او هل تستطيع الحكومه او هل يستطيع محمد الشياع السوداني ان يتحكم باداء وخطوات واجراءات محافظ البنك المركزي العراقي ويخاطر ويجازف بالمستقبل العلاقه النقديه مع الفدرال الامريكي؟ لا، جواب لا، قطعا لا. لا يعني الأمريكان يعني هم القضية معروفة بأنه البنك المركزي لازم يخضع إلى علاقة معينة مع الفدرالي الأمريكي. والعلاقة هذه سببها هي طبعاً أن العلاقة فيها إشكالية كبيرة، هي علاقة نفوذ وعلاقة هيكمة وهيمنة وعلاقة تحكم بقرار اقتصادي. ولكن هذه العلاقة سببها بأنه الضعف اللي موجود والتقصير اللي موجود في الأداء السياسي في العراق. هذه نقطة راس سطر. يعني ما تحتاج إلى تفسير آخر بأنه هذا الابتزاز اللي يجري حاليا من قبل الأمريكان واللي ممكن بأنه يجري مستقبلا سبب ضعف الطبقة السياسية وضعف الإجراءات والإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية اللي موجودة حاليا. نحن نتكلم عن ظروف وعن طبيعة عمل المنظومة بالكامل. السياسة النقدية الآن البنك المركزي هو جزء من بروسس كامل ومن عملية كاملة ومن إجراءات أيضا متكاملة بين مؤسسات أخرى. زين، اللي موجود في المؤسسات بنتكلم عن تهريب. التهريب، هل القوى الامنيه والاستخباراتيه في العراق قادره على ان تمنع تهريب العمله بهذا الشكل اللي يتهرب الان؟ طيب، امر اخر بانه كل عمليات خفض او رفع سعر اليوم السيد احسان الشمري قرأت تصريح الوكاله الانباء العراقيه الوكاله الرسميه سيد احسان الياسري قرأت تصريحه قال بالنسبة لإجراءاتنا إحنا كملت، بقى المفروض ضرائب، منافذ، حدود، أمن. يعني إذا كان التهريب يتم كان عن طريق الحوالات بفواتير مزورة، الآن المنصة راح تقضي عليه، فيا جهات أخرى بالدولة روحوا سيطروا لي على التهريب بالجنط، التهريب الكاش. تمام، صحيح بأنه يعني ماكو منفذ، ماكو منفذ حدودي، هو خاضع فعليا الى سيطره الدوله او خاضع الى سلطه هيئه المنافذ او هيئه الضرائب او الجهات الاخرى اللي مختصه في هذه المنافذ بتقييم البضائع وتفتيشها، بنوعتها صلاحيه كامله بانه باتجاه هذه البضائع المستورده من الخارج. هذا الموضوع يحتاج الى اراده سياسيه لتطبيقه. من يتكلم عن قرار اقتصادي، من يتكلم عن قرار اجتماعي الى اخره، يحتاج إلى إرادة سياسية إلى تطبيق. هل تتوفر الإرادة السياسية حاليا نفس الظروف ونفس الطبقة السياسية اللي موجودة ونفس الأحزاب الحاكمة؟ إيه، يجوز الله هداهم، يجوز الله هداكم، يجوز الله هداهم وصارت عندهم إرادة سياسية أخيرا. أستاذ سجاد، أقول اليوم نزل الدولار، يمكن قبل شوي أسمع خبر واصل 1530، يعني الدولار 153 ألف، بارحة 165، بمجرد
انه تغير مدير البنك او محافظ البنك المركزي العراقي، اقول خاف هاي فرت عروس مثل ما نقول، ها باكر يرجع يصعد، شلون راح يقدر على العلاق في ظل هذا الظرف السياسي في ظل الظروف اللي كانها استاذ سجاد يقود السياسه النقديه ويرجع تدريجيا مثل ما صرح اليوم باول تصريح له؟ شوف استاذ احمد، اول مره رئيس الوزراء هو من اتى برئيس بمحافظ البنك المركزي، الاطار لم يتدخل، هاي خليها عندك. الشغله الثانيه طبعا هاي اجت وفق رؤيه عنده باعتبار على العلاق كاداره وكفني وعمل بالبنك المركزي كمحافظ، فعنده خبره وعنده المؤهلات اللي يمكن ان يستطيع ان يصلح النظام. السوداني عنده ضوء اخضر من الاطار وعنده ضوء اخضر من البنك الفدرالي. استاذ احمد، استاذ احمد، هسه ماكو مشكله ننسق رئيس الوزراء، ننسق ويا الاطار، ننسق ويا البنك الفدرالي، هذا جيد، هاي تكسبه قوه فما بها مشكله. اضافه الى هذا، هذا هو واجبه بالتالي، واجب رئيس الوزراء معالجه الازمات، عندما تصير ازمه يتخذ قرارات ويجب على القوى السياسيه دعمه بالمكافحه لهذا الموضوع. اضافه الى هذا، هو اصلا البنك المركزي كان متاخر بتطبيق كل الاجراءات اللي بلغها البنك الفدرالي، المنصه وغير المنصه. تسالني ايش نزل؟ طبعا الحكومه قامت باجراءات خلال هاي الفتره. لا اول مره الاجراءات صارت متابعه. لا قلت له شلون نزل الدولار 53؟ اي نزل الخبر. لا مو الخبر، اول مره الخبر فعلا لابد ان يغير المحافظ نتيجه لاسباب، وهي الاسباب اللي ذكرناها، ورئيس الوزراء هو من اختار. اضافه الى هذا طلعت مفارز من الاجهزه الامنيه، اكو تنابر تبيع عمله، صار الاسبوع تطلع ما نزل الا ورا الخبر اليوم، يلا نزل. استاذ احمد، بالتالي كل هاي الاجراءات اللي صارت، الحكومه نزلت مواد غذائيه للشارع باعتبار ما لها علاقه. لا شلون ما لها علاقه؟ السوق نزل مثل ما يقولون. اضافه الى هذا السوق نزل، السوق نزل مصدوم بالخبر هذا، باكر ممكن باكر نص على وقتنا ويرجع انه بيرجع يصعد. سؤالي انه راح يقدر سيد على العلاق يقدر يستمر مثل ما قال تدريجيا راح يرجع للسعر الطبيعي؟ اكيد اكيد هو عنده خطه ورجل عنده خبره في هذا المجال وعنده خطه اكيد، واحنا بالنسبه لنا كقوه سياسيه داعمين اتجاه هذا الموضوع. شنو اللي يحتاجه هم تشريعات بالبرلمان، مساعده من مجلس النواب، بالتالي احنا داعمين. انا عندي سؤال، يعني تحياتي واحترامي للسيد علي العلاق، وانا كنت معاصره يعني وعلى احتكاك وسويت وياه يمكن حوارين بهذيك الفتره من كان محافظ، ومتفائل بنجاحه زين ان شاء الله، بس ماكو غيره يعني مثل اليوم تعليق احد اخواننا يقول احنا اصحاب المناصب مثل 50 ورقه يجي قوبتشن يقوبتشن ويرجع يطلع يطلع صوره نفسه، لنا بين 50 صوره 54 سيت استاذ احمد نصف سيت 54 قوبتشن نفسهم. الانسان الناجح، الانسان الناجح واللي فاهم عمله، لا انا احترض عليه ولا انت تحترض عليه، احنا بالتالي نريد نحل ازمه. هذا الرجل يعني حسب رايي رئيس الوزراء اللي هو من أتابعه، هذا يقدر يحل الأزمة. بالتالي احنا ما نقول هذا، ربما هو طلعته كانت من محافظ البنك المركزي مو صحيحة كانت. بالتالي اليوم رجوعه، اليوم رجوعه، لا عم بيها إشكالية قانونية، هو طلع تقاعد. بالتالي الدولة تستعين بكل الخبراء اللي عندها اليوم، أي رئيس وزراء يستعين بكل إنسان خبير يستطيع أن يحله ولو جزء من الأزمة. وهذا من حق رئيس الوزراء، لأن من واجب حل الأزمات. فأعتقد اليوم اختيار رئيس الوزراء، وإحنا تعرف المحافظ البنك المركزي هو من الأصل كانت عليه إشكالات، تعرف حتى في الدورة السابقة ردنا إقالة كانت عليه، بس لكن ما أجل استجواب، لكن ما أجل مجلس النواب. فبالتالي هي أكو مؤشرات سابقة بالفشل وعدم تطبيق الإجراءات وغيرها، هاي كلها تراكمت وهي اللي أدت إلى اليوم هذا الوضع اللي موجودين به. اليوم طبق المنصة الإلكترونية قبل سنة أو أكثر، بس مع شديد للأسف الحكومة السابقة ومحافظ البنك المركزي ما طبق هاي الإجراءات، هو اللي وصلونا لهاي المرحلة. أستاذ سجاد، الإجراء اليوم أيضا يتزامن وبنفس تقريبا الأمر الديواني أو بأمر ديواني منفصل، مؤسسة مالية مهمة وأكبر مصرف عراقي، المصرف العراقي للتجارة TBI، ايضا اقيل سالم الشلبي وتعيين السيد بلال
بديلا عنه رئيسا لإدارة التي بي آي. والرجل أيضا عنده يعني رغم صغر سنه شاب لكن كفوء، كان كفوء بإدارة المصرف الصناعي وحتى من كلف بمصرف الرافدين، وما معروف عنه من تم الجهة معينة. ومثل ما استعانينا بالخبرة وبالعمر الكبير مثل علي العلاق، الآن نستعين بالشباب مثل أستاذ بلال. سجيد، مسألة التي بي آي، التي بي آي بملاحظات مشخصة وبخروقات خاصة في قضية القروض والسمسرة، وهذه معروفة للجميع. أعتقد أي واحد يتعاطى مع شأن الاقتصادي يعرف هذا الموضوع. أستاذ أحمد، أعتقد بأنه أكو لعبة في هذا الموضوع، بأنه إذا لاحظ بأنه الارتفاعين اللي صارت في غضون 3 سنوات لسعر الصرف، الأول في حكومة الكاظمي والثاني هو بهذا الوقت، هذا ركز على شيء مهم، بأنه كيف المعلومة أو القرار السياسي أو التوقع بأنه الارتفاع راح يكون موجود في سعر الصرف يتسرب إلى التجار وإلى أصحاب رؤوس الأموال الموجودين في العراق في ذيك الفترة. وبهاي الفترة شوف عمل الرأسمالية المالية، بمجرد وهم جالسين في بيوتهم وعتهم عملة صعبة، ازدادت مدخولاتهم 23% في وقت حكومة الكاظمي، وازدادت 10% الآن خلال هذه العملية والفترة القصيرة جدا. احنا نلاحظ بأنه هذا الموضوع مهيئ إليه، هذا الموضوع مرتب إليه. أستاذ أحمدك ما أسمعك. لا أنا يعني أسمعك واضح، هذا يعني اسمح لي، أول اتهام خطير. يعني أنا أتلاعب بسعر الصرف حتى أسوي مضاربة أستفيد ليش كم مليون دولار؟ طبعا بس أتلاعب؟ لو يصير عندي علم، يصير عندي قراءة، أنا واحد من الناس قبل 3 أشهر أعرف أن الدولار راح يعلق، قبل 3 أشهر قبل ما يصعد. ليش؟ تتذكر من الحلقة اللي سويناها عن علي غلام وصارت بيني وبين اتصالات وكذا، قال لي أخذها مني يا أستاذ أحمد الدولار راح يعلق. قلت له يعني إذا عندي عراق أشتري دولار؟ قال والله العظيم اشتري. ما اشتري. منو قال لك؟ علي غلام قال مصارف. طبعا علي غلام واحد من أصحاب أوكي. قال مصارف الثلاثة، قال مصارف الثلاثة والمصرف الآخر، وإذا جت عقوبات أخرى هذا راح يخلي الدولار يعلق. كان يمكن المهم أنت تعزز كلامي الآن، هنالك مضاربة وهذا نوع خطير من الرأسمالية المالية عدة، ترتفع مدخولاتهم 30% خلال 3 سنوات وبدون أن يكون هناك أي توظيف يخدم المصلحة العامة لهذا رأس المال، وبدون أن يكون يوظف في شيء إنتاجي. فهنا القصة الكبيرة بهذا الموضوع. زين، تسمع التعليق أخير منك، يعني ده تضاربون وتغيرون، تضاربون تعرفون السوق سوق يصعد سوق تنزل، هاي الخطوة اللي دسوها. لا طبعا هذا كلام غير دقيق. بالتالي السياسة النقدية واضحة أستاذ أحمد، إحنا قلنا أكو مشكلة، بالتالي فعلا توقف البنوك اللي توقفت والمنصة الإلكترونية اللي ما طبقت، هذا كلها طبعا كانت مؤشرات برفع سعر الدولار. بالتالي أنت لو مطبق هذا النيشان، يعني كان ينزل بالسوق العراقي بحدود 200 مليون دولار يوميا، الآن 70 مليون دولار ينزل بسبب توقف البارحة. السيد عبد الرحمن المشداني يقول 45 البارحة، اليوم ما نعرف ايش قد باع. 45 مليون بس، فهذا كله يأثر طبعا، هذا كله يأثر على الحدود المنافذ، ومكان ما يروحون بالحوالات يروحون بالجنط. لا احسن شوف استاذ احمد، احنا ما يخالف، انا معاك بهذا الموضوع. كانت الحوالات سبب رئيسي، اليوم تتعالج، وطبعا المعالجات قلنا البنك الفيدرالي ببلغ من قبل سنتين لكن ما ماكو اجراءات، بالتالي كذلك هم على رئيس الوزراء هم عليهم يكون يعني يتحرك خارجيا للبنك الفيدرالي، يعني من اجل ان يحل هذه المشكله. بس انت اليوم تقول لي تطلع جنات دولارات خارج العراق، موجودة عندنا منافذ وموجودة أجهزة أمنية وموجودة معابر حدودية، هاي تتفتش ويخضع. ما أعتقد أكو هيك بهالطريقة هاي اللي أكو دعتك لا أستاذ أحمد صدقني، قياديين صعدوا بطيارات وودوا فلوس. والله أنا أشوف أستاذ أحمد، خلي أقول لك شغلة، عفوا بها الحدود، خلي أقول لك شغلة. ليش لي أنا خلي أقول لك شغلة؟ صدقني لو هذا الموضوع صاير، لو هذا الموضوع صاير، الولايات المتحدة الأمريكية تعدى البنك الفيدرالي الأمريكي يريد يسيطر على حركة الدولار داخل العراق، بس حتى لأن الدولار دولاره ولازم يعرف كل دولار وين يروح،
لو أيضا يريد يضغط لأن يعرف ملايين الدولارات تطلع من مزاد العملة وتروح لإيران. والله شوف خلا أقول لك إياها، إحنا لحد الآن ما تشر عندنا بالحدود. أقول لك هسه أنت إذا تقول لي يطلع من الحدود، ما معقولة ماكو موظف يقول هذا طلع. هو ليش هو الحدود فارغة؟ المنافذ فارغه، المطارات فارغه، ليش جماعه ايران يقدر احد يوقفهم بالحدود؟ ليش ما حد يقول له شو مخلي بالجنطه؟ لا كلها تتفتش. صدقني احنا النواب من نسافر هم يفتشون حالنا حال الناس. النواب فقره حمار ما احكي عنه. بعدين الطائرات من تطلع محاسبه يا استاذ احمد. لا مو بهالطريقه هاي للسيطره على الدولار اللي دا يروح لايران، لان اكو حصار عليها. الخطوه الامريكيه بالضغط لا والمنصه المنصه هو طبعا انهم زين نعرف الدولار وين يطب وين يطلع. هاي وحده. الشغله الثانيه احنا ما مأشر عندنا بين اكو دولار رايح لايران وشنو طريقته، مثلا تجاره مثلا شنو. احنا عندنا يعني تبادل تجاري مع ايران بحدود 20 الى اكثر من 20 مليون دولار شهريا اعتقد. اي سنويا تقريبا عندنا بحدود 14 15 مليار. بالتالي هاي مواد انشائيه، مواد. خليني اشكرك المتحدث الرسمي لكتله ائتلاف دوله القانون في مجلس النواب العراقي السيد بهاء نور، شكرا جزيلا لك. وكان معي عبر سكايب من واسط من الكوت تحديدا النائب المستقل سجاد سالم، شكرا جزيلا لك. الدكتاتوريه عقده العراقي ومرض المزمن، يا ما هاجت جماهير ونخب على هالتهمة، وآخر هجمت عدد من الأطراف والنواب على محمد الحلبوسي اللي جاي يتهموه بالتفرد وتكميم الأفواه وانتهاج ضرب الخصوم بعصا رئاسة المجلس النواب. أعضاء بحركة امتداد اتهموا ائتلاف إدارة الدولة بتشجيع الحلبوسي على الاستحواذ والتفرد ومنع النواب من ممارسة حقهم التشريعي، خصوصاً بعضوية اللجان النيابية. وأكدوا أنه اللي صار ويا ليت الدليمي وياهم هو استهداف سياسي. تحالف الأنبار الموحد من جانبه أيضاً أعلن عن تضامنه مع ليت الدليمي اللي أطاح به الحلبوسي بقبول استقالته اللي كان موقعها مسبقاً وخلاها بيد الحلبوسي مثل وصل الأمانة. هيج سوى الحلبوسي ويا نواب تحالف تقدم ووقعهم على كمبيالات واستقالات قبل الانتخابات، وقل لهم اللي يتمرد علي منكم راح أقبل استقالته وأقيله ونزل عليه الكمبياله. وهذا اللي صار ويا ليت الدليمي. ممكن الحلبوسي يسويها ويا نواب آخرين من تقدم؟ لا طبعاً، ليث الدليمي أول وآخر واحد. ليش؟ لأن الحلبوسي قبل أيام اجتمع بكل نواب تحالف تقدم وسلمهم الاستقالات الموقعة مسبقاً وسلمهم الكمبيالات وقال لهم أنتم في حل مني وأنتم أحرار بمواقفكم، اللي يريد يبقى وياي بتقدم عين غطى وعين فراش، واللي يريد يعوفني الله ويا والقلب داعي له. وانا اخوكم وخادمكم، وبعد لا حد يتهمني بالدكتاتورية رجاء. أناقش هذا الملف مع عضو مجلس النواب السابق السيد محمد سلمان الطائي، حياك الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أقول ليش إحنا من يبرز عندنا شاب وزعيم مرتب وبعد بي 20 سنة شغل وعنده علاقات دولية ممتازة وعنده مقبولية شعبية، ليش تكثر عليه الأصوات والاتهامات وال ونشوف من أسبوعين ثلاثة خلنا نقول شهر وجاي ما عندكم سالفة تحديدا كسنة غير الحلبوسي وطلايب الحلبوسي والحلبوسي دكتاتور وتكلم أفواه، ليش؟ مساء الخير أستاذ أحمد والسادة المشاهدين الكرام. لا شك يعني حقيقة الرئيس الحلبوسي يمتلك كاريزما قوية وذكاء عالي وقدرة إدارية كبيرة، لا شك في هذه المقومات.
واحدة من أكبر المشاكل اللي زج نفسه بيها من حيث لا يدري أنه هو ما طرح نفسه زعيم وطني، طرح نفسه زعيم سني، وهاي أدت إلى نشوء مشاكل مع الزعماء السنة ضمن السياق الطبيعي. لا ضمن السياق الطبيعي، يعني السياق الطبيعي الماشي في البلد. اليوم ما عندنا زعيم وطني، عندنا زعيم كردي، غير نحكي الواقع، عندنا زعيم كردي، عندنا زعيم شيعي، وعندنا زعيم سني. منطقة هسه محمد حلبي يقدر يصير زعيم بالبصرة؟ ما يقدر. هسه شوف استاذ احمد، مالك يقدر يصير زعيم بالانبار؟ ما يقدر. لذلك الدولة العراقية، مشعود برزاني ما يقدر يصير زعيم ببغداد. لذلك الدولة العراقية دولة فاشلة، تصنف فاشلة، لان كل زعامات المكونات حرص اشد الحرص، وهاي وحدة من اكبر مع ذلك مو مبرر، مو مبرر على الهجوم السني على الحلبوسي. اعطيني مبررات. شوف استاذ، انا من قلت انه هو انحدر من أن يضع نفسه في الزعامة الوطنية إلى زعامة المكون، هو نسى شيء، أراد يمارس نوع من الدكتاتورية داخل المكون على الزعماء وعلى النواب وعلى المحافظين وعلى يعني أغلب مفاصل المكون. وهاي هنا القصة، الدكتاتورية لها مقومات. صدام حسين من كان دكتاتور، يطلقون عليه دكتاتور، كانت كل مفاصل السلطة والدولة بيده. ماكو زعيم سني بما فيهم الحلبوسي، الحلبوسي بشخطة قلم شيعية طلعونه خارج الملعب. طبعاً طبعاً طبعاً، شخطة قلم وحدة يتفق الشيعة على إخراجه يطلق. أنت لما هاي أيضاً نقطة قوة الحلبوسي. لا لا لا، علاقات الدولية جيدة، ويا إيران زين، ويا كل دول العربية المحيطة، ويا دول الخليج زين، ويا تركيا زين. وش تردون ايش رجال عندكم غير الدعمون؟ هذا حكم المنصب. دكتور سليم الجبوري، أسامة النجيفي، دكتور مشهداني، كلهم بحكم المنصب يصير لعلاقات إقليمية ودولية ممتازة. لكن من اشتغلوا هاي القيادات ما عادوا الآخرين، ما استعدوا الآخرين، ما حاولوا يفرضون نفسهم بقوة على الآخرين، لذلك قامت العملية. هاي السياسة، النتائج كل نتائج كل سياسي يريد يفرض سلطته، تحالفات ثاني. هو على شنو مسيطر؟ نص الانبار يقول لي بوجود مثنى السامرائي، بوجود ابو مازن، بوجود مشعان الجبوري في صلاح الدين، ومحمد الحلبوسي له حصه. بالموصل بوجود اسامه النجيفي، بوجود فلاح الزيدان، بكركوك بوجود محمد تميم، كل واحد ماخذ حصته، ومحمد الحلبوسي ماخذ حصته. وين المفارقه؟ شوف استاذ، أنه الكثير من إحنا دعنا نتكلم في الإطار السني زي. الكثير من طرحوا أنفسهم زعامات على المكون ما قدر يطلع حتى من مدينته. الأستاذ أسامة النجيفي ظل مصلاوي طيلة فترة عمله، ظل مصلاوي زي. دكتور سليم ظل ابن ديالة. محمد الحلبوسي مو ظل ابن الأنبار، الآن تراجع أداءه من الأنبار إلى الفلوجة والقرمة، وهاي تسبب مشاكل. هسه احنا ما لنا علاقه انه هو مدعوم اطاريا، مرضي عنا اطاريا، لكن عنده مشاكل حقيقيه داخل المكون اذا ما قدر يعالجها، اذا ما قدر يعالجها. وانا تكلمت في لقاء سابق، المالكي في عز قوته السياسيه جاب 750 الف صوت في الانتخابات، لكن من توحدوا القيادات الشيعيه عزلوه، ما خلوه ياخذ ولايه ثانيه. مقتدى الصدر بس توحدتوا ضد الحلبوسي وما قدرتوا تمنعوه من ولايه ثانيه. توحدتوا ضد الحلبوسي. انت شوف، ما قدرت. انا وياك القصه في موضوع الولايه الثانيه هي قصه ارقام انتخابيه. انت تعرف لولا انتقاله الشيخ خميس الخنجر من تحالف العزم الى تحالف السياده مع الحلبوسي، كانت فرص الحلبوسي في الولايه الثانيه ضعيفه جدا. ضعيفه جدا. هذا التكتيك السياسي اللي صاحبه هو الشيخ خميس الخنجر هو اللي جلب الولاية الثانية للحلبوسي. نجي على أداء الحلبوسي داخل مجلس النواب باعتباره رئيس مجلس النواب. نعم. كل الصلاحيات اللي جاي مارسها الحلبوسي الآن داخل مجلس النواب اللي يتهم بها بالديكتاتورية، اليوم أقرأ بيان لحركة امتداد، تكميم أفواه وما تكميم أفواه، كل الصلاحيات. أما صلاحيات ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب أو صلاحيات ممنوحة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قبل النواب نفسهم، وين المشكلة؟ شوف أستاذ أحمد، أنت يعني أنا ابن المؤسسة التشريعية، أنا موجود بها قبل أن يجي الحلبوسي. اليوم هنالك ضعف في الأداء التشريعي في مجلس النواب على صعيد تشريعات القوانين وعلى على صعيد الرقابة. قل لي أنت هاي دورتين، كم وزير إجا في ثلاث حكومات متعاقبة؟ عادل عبد المهدي الكاظمي،
والآن محمد الشياع السوداني، منو منهم اجى إلى مجلس النواب وحوسب وأطيح به؟ لا الدور الرقابي بالمستوى المطلوب ولا حتى الدور التشريعي، قوانين أغلبها هاي مشكلة نواب وكتل سياسية، لا مشكلة رئيس مجلس النواب، الرئاسة لا هاي مشكلة الرئاسة، جدول الأعمال تضع الرئاسة، النواب أغلب النواب يطالبون بالتوافق مع رؤساء الكتل السياسية. المحصلة واحدة، هنالك ضعف مشخص في السلطة التشريعية. ذاك الأسبوع ما حقق غير جلستين وتأخرت الجلسة كم يوم، ما متفقين على توزيع النواب على اللجان النيابية، وهذا شيء يعكس لما المجلس صار لأكثر من سنة إيه هذا القرار يعكس ضعف الكتل السياسية هاي. لا يعكس ضعف في الأداء وفي الإدارة، هاي حقيقة لرئيس مجلس النواب الرئيس ونائبيه لمن الآن وتردون تغيروه. اسمع من هالحكي زين، ناويين تغيروه هسه بهاي الدورة؟ لو عندكم إذا تستعدون تردون تغيرون الحلبوسي ما ياخذ ولاية ثالثة، يعني شنو ببالكم؟ شوف رغبة التغيير موجودة لدى الطيف السني، لكن القرار عند الإطار، الأغلبية العددية عند الإطار، هي اللي تقدر تبقيه وهي اللي تقدر تزيحه. تسألني الطيف السياسي بما فيهم الكثير من النواب لهم الرغبة في إخراج الحلبوسي في هذه الدورة. الحلبوسي إذا فقد وهاي تفوت أمريكان طيارة خاصة سفرة 4 ساعات للشرق راحة جاي ينتهي الموضوع. هسه إذا هو بقى، أنا أقول لك من هذا المكان، إذا بقى للانتخابات القادمة رئيسا لمجلس النواب سيكون زعيم سني بلا منازع، بالقوة وليس بالإقناع. ممتازة، المفروض تفرحوا لها. يعني أنا دا أوضح لك ومنو بديل الحلبوسي؟ يعطيني هسه بالساحة السنية ممكن واحد ينافسه يعني منو؟ شو المنافسة بشنو؟ ينافسه بالزعامة، ينافسه على المنصب، إذا نجحتوا بإقناع الإطار وتعالوا صوتونا على إقالة الحلبوسي، منو عندكم أسماء أنطونا؟ لو لازم هم الإطار يوافق عليها؟ يعني هي لحد هذه اللحظة لا توجد رغبة إطارية في التخلي عن الحلبوسي لحد هذه اللحظة، وبالتالي البحث عن البديل ما إلى قيمة. من هو البديل المناسب برأيك للحلبوسي إذا ما نجحت هذه الهجمة؟ يعني أكو أسماء مهيئة أن تكون في رئاسة، مثلا دكتور محمود المشهداني، الدكتور خالد العبيدي، يعني أسماء على الأقل. أنا ما تحضرني كل الأسماء، لكن هذول الأسمين قادرين على أن يديرون المجلس، وأيضا علاقاتهم جيدة مع الكتل السياسية وإدارة المجلس مو قضية صعبة، مو قضية، وعلى الأقل سيكون أداها السياسي في شقيه التشريعي والرقابي سيكون أفضل لا شك. سيد محمد سلمان الطائي نائب سابق في البرلمان العراقي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا صالح.
ربع العمر ضاع بالازدحامات وثلاث ارباع ضاعن بغير سوالف. الله يطول اعماركم ان شاء الله. بس اكيد ظهرت الازدحام ازدحام بغداد مو مال 10 دقائق باقي من البرنامج، راد لها يمكن 10 ساعات نقاش يوميا من الأجهزة المسؤولة عن الموضوع. لكن خل نستفيد من وجود السيد نزار السلطان رئيس لجنة التخطيط السابق في مجلس محافظة بغداد، نحاول نسلط الضوء ونقول كارثة يعني الازدحامات ببغداد، شلون نقدر نحلها؟ شنو الرسالة اللي نوصلها للناس عفوا المسؤولين؟ شكرا لك استاذ احمد. حقيقة يعني طالما حذرنا احنا في اكثر من لقاء انه قضية الترقيع في كل القطاعات وخاصة قطاع الطرق وقضية تتضاعف، يعني احنا كل شغلنا في بغداد للأسف الشديد اغلبه من 2003 الى هذا اليوم اغلبه هو عملية ترقيع للشوارع الموجودة، لم يتم فتح اي طريق جديد من الطرق الاستراتيجية في العاصمة. مسؤولية مرور، مسؤولية مسؤولية المرور، مسؤولية امانة بغداد، مسؤولية وزارة الإعمار، مسؤولية منه؟ مسؤولية مشتركة في بغداد ثلاث دوائر أساسية. للأسف الشديد التوزع السياسي لهذه الدوائر واحدة من المشاكل اللي يعني البعد السياسي أثر كثيرا على انسجام الدوائر مع بعضها. يعني إحنا عندنا مديرية مشاريع في أمانة العاصمة شغلت الطرق داخل العاصمة، عندنا مديرية طرق في محافظة بغداد شغلت الطرق الخارج حدود العاصمة، وعندنا الهيئة العامة للطرق اللي واجباتها اتحادية على المسارات الاستراتيجية. الثلاث دوائر ما اشتغلت مع بعض طيلة هاي السنوات. هسه بدت هاي اللجنة المشتركة، بدأوا يجتمعون السيد بنكين والسيد رئيس الوزراء، اللجنة الخدمات بدأوا يلتقون مع بعض ويحطون برامج أيضا أنا أسميها جزء منها. هذا حكي يطول وهذا يأخذ وقت. اللي دا يصير ببغداد من ازدحامات في أوقات الذروة وغير الذروة لا يمكن حلها. أريد نحلها شون؟ لا يمكن أن نرجع زوجي وفردي يعني السيارات. الحلول قاتلة للأسف الشديد. الاقتراحات أنه تغيير وقت الدوام مال الوزارات، تفاوت وزارة الدوام بثمانية، وزارة الدوام بالعشرة، وزارة الدوام باثناعش، راح يصير النهار كله ازدحام. أمنع استيراد السيارات، يعني أسوي جسور. القضية الآنية قضية مرورية، اختصاص المرور العام هي عندها قضايا سريعة ممكن أن ما يقدر المرور. قضايا التنفيذية لا يمكن لأي مشروع أن يفكك الاختناقات في ظرف سنة أو سنتين، هاي القصة أيضا معروفة. إحنا اللي كنا دائما نأكد عليه أنه يجب أن يكون هناك مسار استراتيجي، يعني أكو سياسة قطاعية تشترك بها كل الدوائر المختصة في هذا المجال، تضع سياسة عامة يجب أن تحترم، وتبدي وزارة التخطيط توزع الأموال بموجب الأولويات. أولوية أنا عندي الخط الحلقة الرابع افترض منتهي العمل به، هسه يلا بدت عملية دراسات استشارية 2024 احتمال يبدي العمل بتنفيذه اللي هو راح يخل 2 مليار دولار كلفته تقريبا. لا قد راد لوقت يلا وقت ينجز. يعني مو أقل من 3-4 سنوات يعني يلا ينجز المشروع. زين أنا مشكلتي التلوث اللي دا يصير، يعني هذه قضية أخطر. هسه اليوم دا أقرأ هسه قبل ما أدخل البرنامج دا أقرأ معيار جودة الهواء في بغداد اللي سنة 2018 بغداد جت رقم 10 من 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 10 مدن عالمية بالتلوث. رقم 10 كان معيار يقرأ 40 درجة AQI IR هذا كواليتي عوادم السيارات. اليوم يقرأ 180، يعني 180 درجة زي. وهذه قضية خطرة، عوادم السيارات، المولدات، الاكتظاظ السكاني. أقول إحنا اليوم حتى نأمن مسارات آمنة للمواطن بالتنقل في بغداد وخاصة الموظف اللي دي يصرف يوميا، الموظف بالمناسبة يوميا معدل يصرف 4 إلى 5 ساعات فقط بالطريق، ساعتين ونص قبل الدوام، ساعتين ونص بعد الدوام. مو بس النتيجة. مو بس الموظف، اقول هسه الموظف مصالح الناس يعني تطلع بغداد ما تكمل شغله باليوم، شغله واحده ما تقدر تخلص في يوم، شغله واحده ما تخلص في اليوم. بالنتيجه هذا النزف بالوقت عدا اهالي بغداد. انت بغداد تستقبل هسه ما عندي احصائيه، بغداد كعاصمه يمكن تستقبلها مليون سياره من المحافظات يوميا. اقول يراد هذا ايش يراد؟ ايش اسوي يراد؟ لجنه عليا ترتبط بصاحب القرار، تجمع كل هاي المؤسسات مع بعض بإمكاناتها المالية والبشرية والقانونية مع بعض، ويصار إلى وضع جدول زمني لأولويات المشاريع النقل. يعني ما يصير أنا المحافظة ميزانية تشتغل بصفحة خارجية لحين ما أنت وفرت الإرادة السياسية
لإنشاء مثل استراتيجية للقضاء على زحامات بغداد، أيراد لها سقف زمن طويل، أريد حلول سريعة حتى تخفف لنا شيئا فشيئا. شو نقدر نسوي؟ حلول آنية يعني، ما ممكن أني أصبر منا الخمس ست سنوات حتى يتحقق لي مثلا مترو أو يتحقق يعني الحلقي. راح نرجع للحلول التقليدية اللي مورست في سنوات سابقة، الزوجي والفردي، تغيير المسارات، حتى لا تغير يعني توقيتات الدوام. أنا أشوف الزحامات يعني على مدار الساعة بغداد بعد منتصف الليل يلا يصير بها هدوء ويصير بها مرونة بالحركة، وإلا حتى اليوم بالعطلة بالجمعة في كل الأوقات أصبح الازدحام كارثي. شنو السر إنه أنت يمكن ما يعني ما ظلت طرق مغلقة بغداد، كلها انفتحت، الخضراء انفتحت، والخضراء بها الطرق استراتيجية يعني من المنصورة عبرك الكرادة خلال دقائق زين، والازدحام بعد ازدحام المعلق بالخضراء من المعلق يوصل التقاطع التشريع. أستاذ أحمد، طاقة استيعاب بغداد للسيارات بموجب المخططات الموجودة مع اكتمالها اللي هي أصلاً ما منفذة بنسبة 50%، احنا عندنا عجز بالطرق الحلقية الأول والثاني والثالث والرابع اللي أصلاً ما موجود من عنده، يعني هي ماكسيمم طاقة استيعابها بكل هذه الطرق 1,000,000 سيارة باليوم، 1,000,000 سيارة تشتغل في بغداد. هذه المخططات القديمة اللي احنا طلعنا عليها. يعني أنا اليوم عندي يقارب العدد 3,000,000 في بغداد، 3,000,000 سيارة على السيارات الوافدة من المحافظات، وبالنتيجة أي طريق جديد ماضفة البغداد، فالمشكلة أصبحت عويصة يعني فعلا مشكلة. وصلنا إلى طريق مسدود، قلت لك ما عدنا إلا أن يعني إذا توفرت الإرادة السياسية أن يكون هناك أولويات أن تجمع الإمكانات الموجودة. أكو إمكانات جيدة، أكو أموال جيدة لدى المحافظة لدى الأمانة، كلنا طالعين، معظمنا طالع للدول خلينا نقول أوروبا. ما تقدر أمانة بغداد تسوي لي مسار للدراجات الهوائية؟ ترى هو عندنا شباب موظفين ومكان ما يخلص يقدر بالدراجة الهوائية 10 دقائق يوصل دائرته، يقدر هذا يقدر بهذا السكوتر الحديث يقدر، وجاي نشوفهم رئيس وزراء يروح الدوامة بأوروبا بالبايسيكل. يعني اكو حلول، اكو حلول موجوده. يعني قلت لك هذه الحلول السريعه اعتقد هي مسؤوليه مروريه مو مسؤوليه الدوائر التنفيذيه، والمرور العام يجب ان يكون لهم موقف في هذا الوضع، لانه فعلا يعني اذا ما يطرحون حلول سريعه لهذه المشكله على الاقل تنقل حركة الموظف، بس الموظف اللي يقدر يتحرك بهالطريقة بالمطار بالبايسيكل بتأمن له مسارات خاصة به، هذا ممكن. بس من الناحية العملية هل السيطرة على هذا المسار يعني مروريا ممكن؟ شنو ما ممكن؟ اكو الشوارع اللي ممكن بها الزخم مروري كثيف سواء الصبح او بعد نهاية الدوام، هذا التوقيت يصير مسارها واحد، السايدين يصير مسارها واحد. طرحت هاي الأفكار أكثر زين. من مرة طرحوها مختصين، قالوا يا بعنتو خلي يصير مرونة بال 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 بالقرارات بالتحرك باستثمار الوقت باستثمار المسارات، أغلق مسار أسوي مسار واحد باتجاه لمدة 4-5 ساعات ساعة ساعتين أو ساعة أسحب ساعتين. الزخم وأرد أرجع أعطي اتجاه معاكس وهكذا. بس هذا يراد له تنظيم عالي المستوى، ويراد له مواطن يستجيب واستجابة المواطن وطريقة قيادته أيضا عامل مهم. خليني أشكرك السيد نزار السلطان رئيس لجنة التخطيط السابق في مجلس محافظة بغداد، شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ أحمد. الله شكرا لكم، نشوفكم باكر إن شاء الله.